إذن مشاهدي محمد بريس، السلام عليكم في هذا البث المباشر من الراشدية 3 بلوك أ. غادي تشوفوا أشياء جميلة وجميلة في هذا الحي. هذا معنا واحد من الساكنة ديال الحي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تشد هذا الميكرو. بسم الله. اشرح لنا الجمالية ديال الحي. والجمالية ديال الحي هذه مبادرة من الشباب ديال الحي هذه، الله يجازيهم بخير. كنشكروا الساكنة اللي تعاونت معنا، واللي كل شيء ساهم بالقليل وبالكثير، وكاين اللي ساهم بوليداتو عاونوا. صبغنا الرصيف، صبغنا الغرس، درنا واحد لوغو ديال الشباب المحمديه والفريق المفضل عندنا في هذه المدينه، درنا التصويره ديال سيدنا عملاقه. تنشكروا الساكنه، تنشكروا الامن والسلطات المحليه اللي ساعدونا وما دخلوش علينا وعاونونا وسهروا معنا قبيله وحضروا التدشين ديالها. فشكرا للجميع وشكرا للجميع والسلام عليكم. اييه تفضل نعم سيدي، تفضل تفضل. اللي شاركوا في هذا العمل، الدراري اللي شاركوا كاين في المقدمه ديالهم الابن ديالي موسى اللي هو اللي كيبي سي موسى، زيد تفضل. المتطوع الواحد اللي ساهم بالقريب وبالبعيد وراه مازال باقي يعني كيمشي للورشه في الخدام، من الخدمه كيجي يكمل هنا يعني ليل ونهار. الله يرضي عليه. وهذه كنتمنى باش كاع الوليدات يكونوا بحال ما هكا، والشباب ديال الحي هذا. شكرا للجميع، كل شيء اللي خدم واللي ما خدمش واللي عاون واللي ما عاونش، شكرا لكم كاملين. يوسف تعال خذ الكلمه. خذ المايك. اش نقول لك؟ شي اللي قال الوالد. شكر الجميع. نشكر الجميع اللي عاوننا. عاش الملك، عاش الملك، عاش سيدنا. إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر، غادي نمشيو نشوفوا الصورة الجميلة ديال أحمد فراس. ثلاثة بلوكا، إذن تفضلوا نمشيو. إذن نمشيو نشوفوا، إذن نمشيو نشوفوها. إذن بقاو معنا في هذا البث المباشر، كنتواجدوا في الراشدية 3. غادي تشوفوا اشياء جميله ان شاء الله. اذا انتم غتمشيو تشوفوها. شكون هو اللي نجز هاد اللوحه الفنيه؟ فينا هو؟ فينا هو؟ شكون هو اللي ساعد ولا اللي ناب عليه في هاد العمليه؟ شكون؟ شكون هو؟ شكون هو؟ تفضل معنا. فينا هو؟ تعال تفضل معايا. هاك خد الميكرو وقف هنايا. احنا بحكم الحي كلشي تيحب الفريق ديال شباب المحمديه، فكانت المبادره الاولى هي الصوره ديال السي احمد فراس الله يطول لي عمره ولوغو ديال الفريق، وزدنا كملنا يعني الجماليه ديال الصوره هذه بالصوره ديال سيدنا الله ينصره الله يشافيه، هو والابن ديالو والاخ ديالو، والله ينصر الاسره العلويه كامله اجمعين ان شاء الله. شحال سعر الرخاص ديال الوقت هاد اللوحه؟ تقريبا اسبوع 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 تقريبا باش طلعت هاد اللوحه هذه، وحنا كنا نفتخروا بالفريق ديالنا وكنتمناو ليه الصعود ان شاء الله هاد السنه هذه، وحنا ديما شباب ان شاء الله. وكنتمنى السي احمد فراس باش يجي يزورنا، كنتمنى السي احمد فراس باش يجي يزورنا ويجي يشوف هاد التحفه اللي درنا ليه. هو صراحه راه دائما حنا كنقولوها في محمد بريس، كنتمناو شارع باسم احمد فراس هو حي، وكنتمناو شارع الخميري، وكنتمناو اذا معنا واحد من المواطنين. تفضل معنا. السلام عليكم. السلام. اذا احكي لنا على هاد اللوحه الجميله. انا غنحكي لك على 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 البانو الفوقاني اللي واقيلا ما شتيش، واقيلا ما شتيش البانو اللي ديال صاحب الجلاله. اييه وبهذه المناسبه كنتمناو ليه الشفاء الحمد لله، وراه ما نسيناش اعوان السلطه وما نسيناش الشرطه كذلك، وما نسيناش عدد الممرضين والاطباء. وكنشكر كاع الشباب اللي تعاون معنا والناس ديال الحي اللي تعاونوا على بغاو ينقيو سميتو، لانهم ما لقاوش اللي يساعدهم، ما لقاوش الناس ديال الجماعه اللي تعاونهم ولا شي حاجه. شكون اللي الدراري ياخذ الكلمه؟ اذا بقاو معنا في هذا البث المباشر من حي الراشديه 3 بلوك
بلوك ا. اذا الكاميرا مان زومي مزيان الله يخليك على هاد اللوحه الجميله. لوغو لوغو داو هاد الدرابو الدرابو ديال الشباب المحمديه انت كما كتشوفوا بالصوره. إذا معنا الفاعل الجمعوي سي رشيد، تفضل سي رشيد، نقربوا شويه حدا اللوغو. شكرا. احكي لنا على هذه اللوحه الجميله. شكرا خويا خالد على هاد التفاسه، وهذه بديرة طيبة اللي داروا الناس ديال الساكنة ديال المحمدية بالخصوص الرشيدية البي والأ. هذه كيتعاون الجميع للسلطات المحلية ولا الساكنة، وكنطلبوا من الله المبادرة تبقى دائمة ماشي في هذا الفصل ديال كورونا ولا هادي، نتمنوا من الله تكون دائمة. والسلطات بغينا تتعاون معنا بشي حوايج، بحال دابا بغينا شي جوج ديال الرايات فهمتيني، والضو بحال دابا درنا هنا في هذا البوست ديال الضو باش تكون التصويره ديال صاحب الجلاله تكون نعطي واحد النور واحد. قرب قرب شرح لنا الصوره ديال الحاج احمد فراس. السيد اللي عطى السي احمد فراس، السيد اللي عطى الكثير لمدينة المحمدية، بغينا حنايا نعطيو واحد الإنجاز من عندنا بهذه الصورة. السيد اللي عطى بزاف للمحمدية، عطى الكثير فهمتيني، بغينا نتفكروه وخا الناس المسؤولين وداك الشيء ما متفكرين، حنا المهم تفكرنا بهذه الصورة، هذا هو اللي يمكن لنا حنا نعطيوه. عطينا الصورة اللي تمثال ديالو، ونطلبوا من الله هذا الشيء يكون دائم، والله ينصر سيدنا، الله يجيب ليه الشفاء. وكاين واحد السيد هو اللي دار هذا الشيء كامل، اللي جرى ليل ونهار تيجي من الخدمه، وتي هو السيد موسى. فين هو السي موسى؟ التحق بنا سي موسى. هو اللي سي موسى. سي موسى بلاتي وقف هنا، فين هو بلبل؟ عبلا ما تصفقوا الله يحفظك. السيد هو الكل في الكل. اييه عندو واحد 99%، حنا عندنا 1% وهو 99% اللي كيجي من الخدمة مع الجوجونس ما كينعس حتى 4 الصباح. هو اللي بدع في هذه الصورة هذه، هو اللي بدع في هذه الصورة هذه، هو اللي مكلف أي حاجة هنا السيد. كيفاش جاتك الفكرة دير هذه الصورة الجميلة؟ نقربوا لها، نقربوا لها شوية، نقربوا لها بعد شوية. كيفاش جاتك الفكرة دير هذه الصورة الجميلة هنايا؟ حتى عزيز عليا. كملت؟ حتى عزيز عليا فراس، عزيز عليا الكورة، عزيز عليا. صافي عجبنا احنا حطيناه هنا، هادشي ليك. كان الحلم ديالك انك دير هاد الصورة هنايا في حي الرشيدية ياك؟ وحبينا نديرو البلاك ديال سيدنا. هادشي ليك ان شاء الله يسلمك. شنو هي الكلمة اللي غادي تقول للوليدات الصغار هنايا في الرشيدية ثلاثة على قبل فراس وعلى قبل الشباب المحمدية باش يبقاو دائما يمشيو يشجعوا الفريق؟ شوف الكاميرا وراه كيحشم شوية، كيعرف غير العمل وكيعرف على الفن، ولكن اليوم راه حنا هضرنا واحد شوية. شنو هي الكلمة اللي غتقول لهم؟ غادي نقول للدراري الصغار يحافظوا على النظافة، فهمتي، ويحافظوا على الدرب ديالهم، يحافظوا على الدرب ديالهم. هادشي اللي شنو بغيت نقول. واخا تفضل معايا نسولك دابا، انت زونيت الفرصة في هذا الدرب عندكم، يعني شنو الحاجات اللي خاصكم في هذا الدرب؟ خاصنا بزاف في هذا الدرب هذا، راه خاص بزاف. بعد ذاك الإنارة، إنارة دايرين لنا ضوء أصفر، خاصنا ضوء أبيض، ما خاصناش ضوء أصفر حنا في الدرب فهمتيني. خاصنا سميتو، خاصنا الشطاب ديما، خاص بزاف، خاص الالتفات على الرشيديه، التفات الرشيديه. عندنا هنا واحد الجرده ما دايرينش لنا تيرانات ديال القرب هنا في محمديه، عندنا الدراري الصغار ما عندهمش فين يلعبوا، عندنا ما دايرينش لنا فين الوليدات فين يلعبوا، فضاءات ديال الترفيه بالنسبه للدراري في محمديه ما كاينينش بزاف. على غرار كتمشي مدن اخرى، مثلا نعطيك مثال كمدينه تيفلت، كتلقى فيها 5 تيرانات ديال 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 ملاعب القرب، كتلقى عندهم فين يجريو الدراري، فين يلعبوا، فين يديروا الرياضه، وحنا في المحمديه ما عندناش. نعم. ما عندناش، كنعانيو وما عندناش الدراري فين يمشيو يلعبوا. حنا من هذا المنبر هذا هذه رساله مباشره. اسمعني هذه مباشره 47 مستشار اللي كاين في الجماعه، واللي انا اكيد انهم راه كيتفرجوا فينا دابا، انهم كنتمناهم انهم يشجعوا السكان ديال الرشيديه وجميع المناطق ويلتعاونوا معاهم. ويلتف
ويلتفتوا لهم، شنو اللي غادي تقول لهم؟ حنا نتعاونوا معاهم، حنا كساكنه كنتعاونوا معاهم، اي حاجه داروا حنا معاهم، الجرده راه تعاونوا معنا فيها، راه حنا مقابلينها ومقابلين الدراري، وكنشكروا الاخوان وكنشكروا الناس ديال الحي اللي ان شاء الله غيحافظوا على هذا الشيء هذا اللي خدم مجهودات جباره من الاخوان والشباب ديال الحي، وكنشكروا الاخ موسى اللي قام بمجهود جبار هو وبعض الاشخاص، وكنشكروا الفنان اللي رسم هذا الصوره. اذا اخر كلمه اخر كلمه هي غنمشيو نشوفوا الاصدقاء كيفاش لونا غادي نعاودوا نديروا في ريبورتاج اخر ان شاء الله، وشي محاباق والاغراس وداك الشيء كلشي كان مساهمه ديال الاطفال ديال هذا الحي هذا والجيران، الله يكثر خيرهم، شكرا لهم. مساهمات ماديه من عند الساكنه. هذا اهم سؤال، واش هادشي دارتو جمعيه ولا الجماعه ولا المواطن؟ لا جمعيه لا والو، هادو مساهمه من الناس ديال الساكنه كلها بسخاء الله ديال الرشيديه 3 بلوك ا، وكاين ماشي غير حنا، كاينين دراري في مناطق في جهه اخرى حتى هما تعاونوا وساهموا روسهم يعني من من من, من, من مالهم الخاص. اذا كنشكركم على المجهودات ديالكم، وغدا ان شاء الله غادي نجيو نديروا الريبورتاج الاخر. اذا دمتم بخير والى اللقاء. شكرا لك. الى اللقاء.